الكويت والعراق يوقعان اتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات والسياحة، ومحضرا لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، والخالد وزيباري يؤكدان على تطور العلاقات. الغانم يدشن خدمة ساهم في التشريع على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء محكمة الأسرة وتعديل بعض أحكام قانوني إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصر والمدينة الجامعية. الأمم المتحدة تناشد العالم جمع 6.5 مليارات مساعدات لمتضررين بسبب الأزمة السورية. أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجمات وتفجيرات منسقة شهدتها مدن عراقية. هجمات انتحارية على الجيش اللبناني في صيدا قد تفتح جبهة ضد المجموعات التكفيرية في لبنان. سيلفاكير يعلن حظر التجوال في عاصمة جنوب السودان بعد اشتباكات بين فصيلين متناحرين في الجيش، وأنباء عن لجوء نائبه للسفارة الأمريكية. المزيد من الأخبار في نشرة 8:30.